السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع الـ Database SQL Databases، وتقدر هنا أيضا تكتب SQL Database راح يظهر لك الـ SQL Databases. فنعمل كليك عليها، تمام، نعمل هنا Refresh. أوكي، هذا منو؟ الـ Database. فنقدر نضيف Database جديدة، وهنا نجي يقول لك subscription pay as you go group source group. ممكن تعمل لك new او تختار اذا كان عندك سابقا، احنا عاملين سابقا هذا الشيء. يقول لك انطينا اسم الداتابيز مالتك، خلينا نسميها كاركوك او نسميها، ممكن هذا الاسم تم اختياره، فخلينا نسميها حميد، هذا اسم الداتابيز. And السيرفر ممكن يكون فارغ هنا، يعني لازم تخلق سيرفر جديد. طبعا اذا مثلي عندك سيرفر ممكن تختاره، بس مرات ما يظهر عندك، يعني اذا اول مرة تصنع ما يظهر عندك سيرفر، فلازم تصنع سيرفر. فنكتب هذا السيرفر مثلا حميد حتى يليتوها علينا الاسم. And الادمن ايضا راح اعمله حميد اللوجن، انت ممكن تختار اي اسم اخر. هنعمله عيسى الباسورد، and هنا ايضا الباسورد، وهنا تقدر تختار اللوكيشن داتا سنتر. طبعا مثل ما قلنا اختار داتا سنتر القريب من عندك، زين. and هنا يقول لنا عندنا حميد تم اختياره مسبقا، عيسى حميد، تمام. فاجي يقول له هنا شنو؟ اوكي، لا تنسى هاي المعلومات، زين. ونجي نقول next، راح يسألنا عن network، راح نقول له public حتى نقدر نتصل به من الكمبيوتر مالتنا، يعني الويندوز. and allow Azure service، تسمح انه الخدمات سيرفيس، اوكي يس، هذا حتى نسمح لتطبيقاتنا انه يتواصل مع هذا السيرفر. وهنا add current client address، يس، حتى نقدر نتصل به. هذول الاثنين لهم علاقة بالاتصال بين اللي راح نستخدم مثلا Visual Studio مع ال SQL Database. هذا موجود بالكلاود، ال Visual Studio راح يكون محمل عندنا بالحاسبة، فبالحالة لازم نوافق على هذول الاثنين شرطين. and additional settings هنا موجود، اذا عندك انت داتا قديمة تريد ترفعها. انا ما عندي database اصلا، او ما عندي داتا قديمة اريد ارفعها هنا، اذا عندك ممكن ترفعها. نايسالك انه راح نعمل لك سكيورتي اكثر، راح نقول نوت ناو لان احنا بدنا نعمل التجارب، ونقول ريفيو اند كرييت. وهذه هي اخر شيء المواصفات مالت اس كيو ال سيرفر. فنجي نقول له كرييت، راح يعمل فاليديتنج، ننتظره لحد ما يكمل. لاحظ يقول لك يور ديبلويمنت از اندر واي، ما تعمل اي شيء، تنتظره لحد ما يكمل. ممتاز، جهز عندك. فنجي للأوفرفيو هنا، إذا جينا على الهوم and جينا على الداتابيز SQL databases and that's it. لاحظ صار عندنا داتابيز اسمه حميد، حلو. هذا داتابيز SQL database عندك على الكلاود أجور، and هذه المعلومات مالتك. هنا انت عندك server name، هذا هو server name عيسى حميد .database.windows.net، هذا راح تستفاد من عنده لما تريد تعمل connection. كذلك عندك show database connection string، هذا راح يشوفك اذا تريد تربطها مع ال ADO.net او مع الجافا، او اذا تريد تربطها مع الـ ODBC او الـ PHP او لغة جو. فكل الطرق تؤدي الى اجور. خلونا نوقف هنا، نكمل وياكم الدرس القادم، مع السلامة.